أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى اللي ربنا بيتقبلها وبيتقبل العبادة بسببها الإنسانيات، اللي منها مثلا جبر الخاطر، تفريج كروب الناس، ننزل في الشارع كده يمكن ربنا ينفع بيك أي حد، يمكن تلاقي حد تديله صدقة، يمكن تلاقي حد توصله، ممكن تلاقي حد يمكن تشيل عنه الأثقال اللي في إيده. ولذلك كل أحاديث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وكل الآيات القرآنية اللي بتتكلم عن فعل الخير تلاقي إنسانية. مهما كانت الذنوب ومهما كانت المعاصي ومهما كانت الأثقال من الجرائم، بمجرد فعل الخير في الإنسانيات والرحمة ربنا سبحانه وتعالى بيرجعك صفر تاني في الذنوب. الرحمة الإنسانية، الرحمة الإنسانية. أن امرأة خرجت فوجدت كلبا يأكل الثرى من العطش فشكر الله لها وغفر لها. أن رجلا لم يعمل في حياته خيرا قط غير أنه كان يدين الناس، ده حديث صحيح، غير أنه كان يدين الناس، يديهم قروض، يسلفهم. فإذا جاء الأجل وتعثر الناس قال لغلمانه تجاوزوا عن فلان وتجاوزوا عن فلان وتجاوزوا عن فلان، فقال الله تعالى أنا أولى منك بهذا تجاوزوا عن عبدي، لا صلى ولا صام ولا عمل أي شيء. فإذا كل الإنسانيات أمور مستحبة في شهر رمضان المبارك، بشرط أن تكون بكل إخلاص وتجرد، لأن للأسف الشديد النهاردة نحن في زمن السوشيال ميديا، اللي بيعمل أي خير بيحاول يصور كده نفسه وينزل على الصفحة ويقول رجل البر والتقوى. وزعنا شوية رمضان. يا جماعة حافظوا على كرامة الفقراء، أرجوكم حافظوا على كرامة الفقراء. الراجل اللي بيظهر على السوشيال ميديا حضرتك صورته هو محتاج للجنيه اللي انت بتدهوله، انت كده بتهدر كرامته. والله سبحانه وتعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم، وبعدين السوشيال ميديا بتوثق كل شيء. ما ينفعش واحد النهاردة خد صدقة ولاده يشوفه، ولا بعد كده ولا أحفاده، يلا اللي جدك كان بياخد صدقة. ارحموا الناس، ارحموا الناس عندما تعطونهم صدقتهم، لابد أن يكون كل ذلك بتجرد، ولابد أن يكون كل ذلك بإخلاص. سيدنا زين العابدين، علي زين العابدين ابن حسين رضي الله عن الجميع، كان عندما يخرج صدقاته وزكواته يروح يستهدف طبعا مجموعة من الفقراء في المدينة، يأخذ الغلال ويأخذ الطعام ويأخذ الصدقات، يخبط على الباب ويسيبها ويمشي. عرف أنه المتصدق عندما مات، لما مات انقطعت، فعرف ان المتصدق هو الامام زين العابدين رضي الله عنه وارضاه. لنتعلم هذا الموضوع، نحافظ على كرامه الايتام والناس، وخاصه اللي احنا بنستخدمهم في الاعلانات الرمضانيه لجلب الصدقات ولجلب التبرعات.